نصيحة ديالنا اليوم هي اللوز كيفاش اننا نقليه ونحافظوا عليه باش ما يتحرقش لنا، وماشي انه يكون محروق من على برا ومن الداخل مازال ما طيبش مزيان. اولا ملي كنفسخ اللوز ديالي كنديرو في الماء يكون غليان. الا كنت غنخدم به الحلاوي بلدي ضروري انني كنبدلو الماء على الاقل واحد 5 المرات غير ما يكون غليان، ما يكونش الماء بارد. ومنين كنفسخ اللوز ديالي انفا كيطلع عليه الغليه كنديرو كنصفيه من الماء وكنديرو في كيس بلاستيك يكون غذائي، كنزد عليه وكناخذ القياس ديالي اللي كنفسخ وكنفرش له واحد طخشون يكون نقي، وكنخلي اللوز ديالي ينشف حتى كينشف مره. من بعد كندهنو بالزيت وكنطيبو في الفرن على عافيه مهيله، نار متوازيه ما يكونش الفرن سخون بزاف، وكنخليه حتى كيطيب يتحمر بشويه عليه وكيجي مقرمش مزيان وما كيتحرقش.